قعدنا مع موضوع البيجر والفيو بيجر والستريبس. طبعا هذا البروجكت فارغ مثل ما تشاهدون. هذا البروجكت عبارة عن نيو بروجكت. تختار اي اسم. انا اختاريت التابد اكتيفيتي. اوكي تختار هذا وتضغط نكست فينيش. اوكي حيظهر لك بهاي الشكل. بعدني ما مشتغل باي شيء. هذا البروجكت حاليا فارغ. في البداية احب انه نعمل شو؟ نبدأ بالXMLs لانه تكون اسهل. حنعمل مجموعة XMLs new menu resource. حنسمي هذا الXMLs fragment A. طبعا مفروض يكون بالsmall letter fragment _A _layout. هذا ايضا يكون بالـ small layout. هذا حعمله copy. اضغط ok. اعمل fragment اخر. هذا الفراجمنت حيكون b. اضغط ok. اعمل fragment اخر. sorry layout. ok main. ok main. اوه انا دا اضعها في المين main اي منيو غلط. ديليت. اوكي مفروض مني. اوكي هذا المين منيو. اوكي ما لنا علاقه في اللاي اوت لازم اضعها لان هي لاي اوت. اوكي هذا بالنسبه للفراجمنت اي. هذا الفراجمنت بي. وهذا للفراجمنت سي. ثلاث فراجمنت اي بي سي. جميل جدا. fragment A text نلاحظ هي فارغة. fragment A هضع فيها text view large text. قبل لا أضعها خلينا نعمل هنا morphing لل relative حتى نعمل براحتنا. نعمل هنا text view. في text view ما راح اضع اي شيء. عدنا في هذا بالنسبة لفراجمنت A. اوكي جميل جدا. عدنا الفراجمنت B كذلك large text. قبلها احولها الى morphing الى relative. اضعها في الوسط. هذا تصور ايضا ما راح يحتاج اي شيء. That's good. fragment C كذلك حولها الى relative. فانت ممكن تضعها linear. اوكي ما في مشكلة بس انا دائما احب اعمل على relative. وفي اوقات احول للlinear يعني في حالات يعني لازم اعملها linear مو شرط انه تاخذ نفس كلامي. المهم فينا نعمل مثلا في values string. فينا نعمل سترينج. يعني انت عندك طرق كثيرة. اوكي مو شرط انه تتبع نفس طرقي. في عندك طرق كثيرة للسترينج تعريفها. مثلا هذا حيكون fragment A. fragment A. اوكي this is fragment A. حنعمل ايضا string اخر لل B و ال C. this one for B, this one for C. هذا ايضا لل C. حنعتبره B. هذا حنعتبره C. جميل جدا. اذا بالحالة الفراجمنت ايضا كاملة. يبقى علينا شو؟ يبقى علينا انه احنا في التكست هذا control space android then at string. لاحظ at string تعرف عندنا هذا fragment A. اوكي
هنا ايضا هذا نحذفه تكست fragment b لانه اصلا layout للfragment b. c ايضا كذلك التكست هناخذها space fragment c لانه احنا عرفناه في string. جميل. فاذا في الحالة راح يكون عندنا كل الفراجمنت جاهزة. خلونا نشوف التايم ايضا. تايم 5 minutes. جميل جمال ملوش مثال. هذا بالنسبة لي layout B layout A. اذا في الحالة صار عندنا 2 3. اوكي والفراجمنت ايضا موجودة ما عندنا فيها مشكلة. يبقى علينا المين اكتيفيتي في المين اكتيفيتي فراجمنت. المين اكتيفيتي فراجمنت فيها اشياء كثيرة. يعني هذه الاشياء هنا ما حاجة اغير اي شيء. بس هون انه نفس الطريقة السابقة انه احذف هذا البار ويجت لحد البيجر احذفه ما احتاجه. كذلك الفلوت سكشن بار ايضا لا احتاجها. اوكي اندرويد سبورت هذا ايضا حغيره dot version Android support dot version 4 اللي هو pay view pager. اوكي هذا تنسى تغيره. لاحظ هذا حاليا هذا اصبح الى view pager. الاسفل ايضا تحول الى view pager. في داخلها بما انه احنا حولناها الى view pager اذا هذا ما راح احتاجها لانه هي اصلا اللاي اوت تحولت للview pager. هذا اللاي اوت يبقى شيء انه هنا اوكي يبقى شيء اخر انه هنا في الاندرويد سبورت فيو بيجر ما عندنا اي مشكله. الاي دي حيكون بيجر دلاله على البيجر ماتش بيرنت ماتش بيرنت. اوكي ما عندنا مشكله بهذا ماتش بيرنت. حنحتاج ايضا الى الاندرويد. لاحظ هو اعطاني الاقتراح اندرويد سبورت فيرجن 4 فيو pager tabs trip. tabs trip حيكون match parent. match parent هذا ايضا match parent. اوكي match parent هذا حامله انتر. خلينا نشوف هذا ما يحتاج يعني انه هذا نلغيها وهذا نعمل له slash. بهيك حاله حيكون ال pager tabs trip في داخل ال view pager. اوكي فعدنا هنا ال pager tabs trip ما فيها مشكلة. وفيني اغير اللون ايضا يعني on ال pager tabs trip ممكن اغير اللون الى android text color. color حيساوي مثلا 1 2 3 4 5 6 اصبح باللون الاسود. ممكن اني اضعها ب هذا اللون choose. اوكي فاذا بالحالة الفيو بيجر هذا نتأكد من عنده. هذا فيو بيجر نتأكد من عنده. وهذا البيجر steps trip بيكون بهذا الشكل. بعد ما عملنا view page or tab strip بهذا الشكل خلينا نشوف التايم صار 9 دقائق. نوقف نكمل الدرس القادم. مع السلامة.